النفاق أو خصلة النفاق هي خصلة إذا أصيبت بها الأمم تمهضلت وأصبحت في نهاية الأمم، وإذا أصيب بها الأفراد كان ذلك وبالا على المجتمع. أما آفة الخيانة فليس لها عقاب إلا القتل، فالخائن عقابه القتل، والخائن هو الذي يدلي للعدو بمعلومات عن القطر الذي يعيش فيه، أو يدلي بمعلومات خطيرة عن المكان الذي يريد العدو معرفة شيء عنه. أما النفاق فضرره أكبر من ضرر اليهودية وغيرها، فاليهودية وغيرها معروفون أمام الناس، أما المنافق فهو يستتر خلف نفاقه. فالنفاق معناه النفق، أتت من كلمة نفق، والنفق هو الشيء المستتر أو غير ظاهر للناس أو غير ظاهر لغيره. فالنفاق هو عبارة عن إنسان يظهر خلاف ما يبطن. المعنى الإصطلاحي أن يظهر الإنسان خلاف ما بداخله، وهذا نفاق يؤدي بصاحبه إلى ما لا يحمد عقباه. كيف يكون ذلك؟ للنفاق نوعان: نفاق اعتقادي، وهو النفاق الذي يؤدي بصاحبه إلى الخلود في نار جهنم. يبقى النفاق الأول نفاق اعتقادي، أي نفاق في العقيدة، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهؤلاء قال فيهم رب العزة جل وعلا: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وأولئك لهم عذاب عظيم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى الله فيعذبهم عذابا عظيما. يبقى النفاق الأول يسمى نفاق العقيدة، وصاحبه يخلد في نار جهنم، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. النفاق الثاني وهو يسمى النفاق العملي، وهو النفاق الذي ينافق فيه المرء أخيه إلا أنه يبطن الإسلام ويظهر الإسلام، وهذا صاحبه لا يخلد في نار جهنم. أما نفاق العقيدة فقد ذكره المولى جل وعلا في عدة آيات في كتابه، فهيا بنا لنخوض هذه الآيات حتى يعلم كل واحد منا نهايته ومصيره، وهل فيه آية من هذه الآيات أو علامة من هذه العلامات فيجتنبها. فهيا بنا أحبتي في الله نخوض في كتاب الله ونستنشق العبير القرآني. يقول رب العزة جل وعلا في كتاب العزيز: المنافقون والمنافقات بعضهم لبعض، بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، كلهم قطعة واحدة، رجال نساء كلهم قطعة واحدة. هؤلاء يأمرون بالمنكر، سبحان الله العظيم، ربنا بيقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله ورسوله. إنما المنافقين قال عنهم: يأمرون بالمنكر، سبحان الله العظيم، يأمرون بمعصية الله، يأمرون بكل ما نهى الله عنه. ليه؟ لأن هم المنافق ده الدنيا،
المنافق أهم شيء عنده إن هو يوصل اللي هو عاوزه. مش إشكال الناس تموت، الناس البلد تتحرق، البلد يحصل فيها مجاعة، الناس دي ما تعيش على وجه الأرض، المهم نفسه بس يأكل ويشرب ويلبس ويضاجع النساء ويعيش كالملك وخلاص، ملوش دعوة بحد. هو ملوش دعوة كالملك، هو ملوش دعوة بحد. ليه؟ لأن همه نفسه بس، إنما الآخرين لا يمثلون بالنسبة له قيمة. ليه؟ لأن ده إنسان عايش لنفسه بس، يضرب هذا في ذاك وينافق هذا مع ذاك ويتحدث بالكلمة التي ينافق فيها ولا يهمه إلا مصلحته. بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الشيء الطيب الحسن يبخس فيه، يقول لك يا عم سيبك، ده فلان ده مش كويس، ده فلان ده هيفضل لما يخربها، ده فلان ده خرب علينا الدنيا، ده فلان ده ولع الأسعار وولع الدنيا ومش عارفين نعيش. ليه؟ عشان يبث الفتنة في قلوب الناس. ده فلان ده ايوه شكله قدامك كده، لما انت ما تعرفوش، انت اللي بس اللي عارفه، ده انت ما تعرفش غير بيتك بس، وربما بيتك ما تعرفش ايه اللي فيه، ما تعرفش ابنك وبنتك بيعملوا ايه، ما تعرفش مراتك بتعمل ايه. هتعرف اللي فوق ده عنه كل حاجة؟ ده انت ربنا ادالك مستوى معين، من خلال هذا المستوى تعرف قيمتك، انما ما توصلش لأعلى منك عشان تحكم عليه. يقول لك يا عم ده هو لا يعرف حاجة في الدين، يا عم ده كلمتين بيقولهم وخلاص، انما ده حياته منيرة وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، وعمال تبخس في حق الآخرين. ليه تظهر خلاف ما طوبت، وتيجي قدامه هو يا سلام ده انت عم الشيخ قلت كلام، ده انت وانت وانت وانت، وتيجي قدام الناس الكبيرة ده انتوا احلى ناس في الدنيا، وانتوا وانتوا، وتيجي من وراهم تخبط فيهم. طب وده اسمه كلام؟ هل هي دي من صفات المؤمنين؟ بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. شوف حتى النفقة والصدقة لله ما بيطلعوهاش، لأن هو بيخاف يطلع، ده هو عاوز. المنافق ده بينافق عشان عايز يجيب من بره ويجيب من هنا ويجيب من هنا، خيانة بقى. إنسان بيخون أهله ووطنه، إنسان بينافق من أجل الدنيا، إنسان كل همه الدنيا. فالمنافق والخائن ده تخاف منه أكتر من تخاف من اليهود أو أي حد تاني، لأنه أشد خطر وضرر على الأمة من اليهود وغيرهم. سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يفضح المنافقين أنزل سورة كاملة باسم المنافقين في القرآن، وآيات عديدة أنزلت في المنافقين، لأن النفاق أشد ضرر وخطر من أي آفة تاني. هتقول لي أي آفة؟ هقول لك هات أي آفة وحط جنبها النفاق، هتلاقي النفاق أعمق منها بكتير، خالص خالص خالص. سبحان الله العظيم، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. نسوا ربنا، نسوا العقاب، نسوا إن في قبر، نسوا كل حاجة، افتكروا الدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وضعهم في طي النسيان كما أرادوا، بس ما نسوهمش ربنا في الدنيا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، التانيين يقولوا لهم ايه؟ انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه ظاهره، باطنه من قبله العذاب، الظاهر غير الباطن، ظاهره من قبله العذاب، إنما الباطن والعياذ بالله. يبقى ناس هيجي يوم القيامة ربنا يدي المؤمنين نور ويدي المنافقين نور،
يفضلوا ماشيين مع بعضهم بالنور ده إلى أن يصلوا إلى الصراط. يبقى حتى المنافق معه نور، أيوة، ولكن لما ربنا سبحانه وتعالى يعاقب المنافق يعاقبه عقاب أليم ما فيش بعده مفر. تفضل تطلع على كتاف غيرك وتقول في غيرك، وأول ما توصل للقمة تجي على رقبتك. ما انت عاوز كده، توصلت بالخطأ، وصلت على كتاب غيرك، خليت غيرك ما يسويش حاجة وانت بقيت كل حاجة، بخست في حق غيرك، وممكن بسببك ناس اتفصلت وناس اتقطع عيشها وناس اتيتمت وناس اترملت، نساء اترملت وبيوت اتقفلت عشان انت توصل، عشان بنفاقك انت ده تعيش تحت جزمة المدير، تعيش تحت جزمة المسؤول، تعيش تحت جزمة العمدة. بالنفاق بتاعك ده تعيش تحت جزم الناس، وفي الآخر بمجرد ما توصل تجي على جدر رقبتك. ألم نكن معكم، احنا مش كنا معاكم معانا نور؟ قالوا نعم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني، خلاص الدنيا كلتكم خدتكم، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سبحان الله، احنا مش كنا معاكم معانا نور زيكم؟ ايوه، اول ما جينا عند الصراط النور اللي معاهم انطفأ، ونور المؤمنين زي ما هو بيعدوا به على الصراط وهم النور انطفأ، انطفأ النور عند الصراط، هو في نار جهنم خلاص. انت عاوزين النور؟ طب بص وراكم، بص وراهم كده ما لقيوش حاجة، بصوا كده لقيوا صور بينهم وبين المؤمنين، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الباطن اللي عند المؤمنين فيه رحمة، انما اللي لهم هم اللي عندهم هم عذاب جهنم والعياذ بالله. انطفأ النور على دول، هو في نار جهنم. يبقى ده أشد عقاب ليهم، إن يبقى في إيديهم النعمة وربنا ياخدها منهم. تبقى في إيدك نعم لا تعد ولا تحصى، إنما ربنا يقول لك تعال أنت وصلت للقمة انزل بقى، عندك عربيات وعندك عمارات وعندك وعندك وعندك، هسلب منك ده كله. النعمة اللي أنت فرحان بها والصحة هاخدها منك، مش هتتنعم حتى بصحتك ولا بفلوسك، هتبص لفلوسك وتتحسر عليها، مش هتقدر تصرف مليم منهم. سبحان الله، ما ده عقاب ربنا للمنافق، عقاب ربنا للخاين اللي باعوا الدول بتاعتهم واللي باعوا أرضهم وشرفهم وعرضهم، اللي رموا أحضانهم في أحضان الكفرة والمشركين والأعداء، اللي اشتغلوا جواسيس على البلد، اللي نافقوا من أجل المصالح. كفر العقيدة بيؤدي إلى نار جهنم.